الأمور إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. أشرف المرسلين، بداية شكرا للحضور الكريم لهذا الحفل الختامي للأسبوع الثقافي الذي تميز بتنوع الأنشطة والبرامج التي استفاد منها التلاميذ بشكل كبير. بداية أشكر كل من ساهم في إحياء هذه الأيام الثقافية وفي إرناء فقراتها.
وشكرا للسيد العامل عامل صاحب الجلالة على إقليم السيد الصالح على حضوره وحضوره هذا دعم وسند لنا. شكرا للسيد المدير والطاقم التربوي الذين فتحوا لنا المجال للتعبير عن آرائنا. وكذا تقديم اقتراحاتنا. شكرا إلى السيد رئيس المجلس الإقليمي على مساهمته الفعالة وكلمة احترام وتقدير إلى السيد النائب الإقليمي. كما أنوه بالمجهودات التي قامت بها جمعية آباء وأولياء التلاميذ وشكرا لرئيسها والذي هو في نفس الوقت رئيس جماعة بني وكيل. ففضلا عن مواكبته لجميع الأنشطة فقد كان معنا في حوار مفتوح فيما يخص الشأن المحلي وأجاب عن جميع أسئلتنا. وأخيرا أشكر عمالة الحلم الصالح التي كانت حاضرة معنا في شخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستفدنا من العرض المقدم من طرف قسم العمل الاجتماعي بالعمالات. وكذا الوقاية المدنية. كما أشكر جميع التلاميذ الذين شاركوا بأفكارهم وانضباطهم. واسمحوا لي إن نسيت أحدا. ومرحبا بالجميع هنا في ثانوية صلاح الدين الأيوبي الإعدادية وستقدم إليكم نهيلة محيب والأستاذ يوسف حجوج فقرات هذا الحفل الختامي وشكرا. شكرا. والآن مع كلمة السيد رئيس المؤسسة فليتقدم مشكورا. خويا ناضية الميكرو قربي غوتي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الهدى معلمنا الأول وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سيدي العامل عامل صاحب الجلالة على إقليم الخير الصالح، سيدي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، السادة رؤساء المصالح بنيابة الخطيب الصالح، السادة ممثلو مصالح عمالة الخطيب الصالح، إخواني المديرين، إخواني الأساتذة، أيها الآباء والأمهات، السادة ممثلو السلطة المحلية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، أبنائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، أرحب بكم جميعا في هذا العرس الذي تنظمه ثانوية صلاح الدين الأيوبي بابن وكيل بمناسبة اليوم الختامي أو الحفل الختامي للأسبوع الثقافي الثاني الذي اعتادت أن تنظمه لفائدة تلامذتها. هذا الأسبوع الذي أكد من خلاله التلاميذ على مدى قدرتهم على العطاء، هذا الأسبوع الثقافي الحافل بكل الأنشطة التكوينية التحسيسية التأطيرية فالصحية، كما قالت ممثلة التلاميذ في كلمتها أعطينا المشاركة لكل المصالح وحققنا والحمد لله بثانويتنا الإعدادية حياة مدرسية مفعمة بالعطاء. وخير دليل على هذا العطاء أن هذه المؤسسة التي كانت حلما لساكنة بن وكيل تحققت والحمد لله وحققت ما كان ينتظر منها. ومن ضمن ما حققت
أسست هذه المؤسسة في سنتها الثانية أن أحد أبطالها، لا أقول مثل جهة تبلع زلال بل مثل المغرب ضمن الألعاب، ألعاب البحر الأبيض المتوسط والدول العربية، واحتل فيها الرتبة السابعة، وعلى الصعيد الوطني الرتبة الرابعة. وبأفضال هذه المؤسسة أيضا وصلنا إلى الألعاب الوطنية سواء في الدار البيضاء الموسم الفارط أو مؤخرا بسليمان. وعلى مستوى الأنشطة كما قلت، التلاميذ أبانوا إذن على تلك الروح التي تربطهم بالأساتذة، روح الأبوة قبل أن تكون علاقة تلميذ بمدرسه. وفي علاقة أيضا هؤلاء التلاميذ بالمؤسسة، كانوا كلهم جنودا مجندة من أجل إعطائها تلك الصورة التي تليق بالمؤسسة التعليمية. ولن أطيل عليكم، فمرحبا ألف مرحبا بكل من لبى الدعوة، وأتمنى للجميع أمسية جد ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن بعدما سمعنا إلى كلمة رئيس مؤسسة ثانوية صلاح الدين الأيوبي، ننتقل إلى كلمة رئيس جمعية آباء وأمهات التلاميذ، فليتقدم مشكورا. بالنيابة، حداوي بالنيابة. أو نائبه، نائب جمعية آباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه بالشكر إلى جميع الحاضرين ومن أطر تربوية وإدارة المؤسسة، وكذلك إلى مختلف المصالح طبعا التي شاركت في مختلف الأنشطة المبرمجة في الأسبوع، وأيضا إلى الحضور الكريم، وشكر خاص إلى السيد العامل وما حضره إلا تعبير عن المكانة الخاصة التي يحظى بها قطاع التربية والتعليم، وكذلك إلى المكان الخاص الذي وجدنا بها إلى المؤسسة داخلة عمالة إقليم في كربة صلاحية. طبعا جميع السماء والتلاميذ أبس إلا أن تكون طرفا أساسيا ومشاركا فعالا، وذلك من خلال دعم هذه الأنشطة الموازية نظرا لما لها من تقدر إيجابية لترسيخ مجموعة من السنة. رمانسيناكم شا استاذ غنعاون عليك حسن جوج من النقطه الدرش الدمكم كامل صح ما تسالش حتى انا لا حتى انت وما ننساش انا راسي انا ايش الدرش ما تحطوش تقول ثاني استاذ ليش أتقول إيش راه غير أنتم منع سيدي إيه هو مستقبل بلادي إيمان في قلوبنا.
حقوق واجبات من سو من سو حقوق واجبات إيهو شبابك لي إيهو مستقبل بلادي إيهو شبابك لي إيهو مستقبل بلادي ما عجبكمش وقتي إذا الآن معنا نشيد تاني بعنوان قال لي أبي قال لي أبي إن حب الوطن قال لي أبي إن حب الوطن أمانة كبيرة على مر الزمن أمانة كبيرة على مر الزمن رددوها 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 أمانة كبيرة على مر الزمن أمانة كبيرة على مر الزمن قال لي أبي فلنصنه بالعمل قال لي أبي فلنصنه بالعمل فإن بالسواعد تهيا الأمم فإن بالسواعد تهيا الأمم رددوها 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 فإن بالسواعد تهيا الأمم فإن بالسواعد تهيا الأمم الآن مع النشيد الثالث بعنوان علموني أنا دين الإسلام أنا دين الإسلام أنا ربي علموني يا أنا راني نأدي الصلاة خمس صلوات أنا راني نعطي الزكاة للي يحتاجها أنا راني نعطي الزكاة للي يحتاجها بما يبكي وسط أصحابه على حق واللي ما يلقاش وياش قولوا لي وعلاش تكليت بلي ما يقراش يا بما يبكي وسط أصحابه على حق واللي ما يلقاش أنا راني نعطي الزكاة للي يحتاجها علموني أنا دين الإسلام عن ربي علموني يا أنا راني نأدي الصلاة خمس صلوات أنا راني نعطي الزكاة للي يحتاجها أنا راني نعطي الزكاة للي يحتاجها أطفال قلبي السلام قلبي الحرية يا إخوان الذرة في دمر البيت فينا هي أطفال قلبي السلام قلبي الحرية يا إخوان الذرة في دمر البيت فينا هي يا أنا راني نأدي الصلاة خمس صلوات أنا راني نعطي الزكاة للي يحتاجها أنا راني نعطي الزكاة للي يحتاجها Just
السلام عليكم. انا من قبل وطن، انا وانتم من قبل وطن، كيشبه الوطني يا اهل النجده، حافظوني على التراث. اسمع يا مخلوق ولا بالفاني، دافع عن ارضك اللي تصبح ذلاب. اسمع الحبيب ما عندك نصيب، ما نزلو تريد من وسط وعيد. ارض الصحراء ما يفخر بها براي، تولوت تولوت يا خوي، حرب الوحوش سكنوه زردوه كنوه علوه، الفيافي والخلال مساوي. خليو ارض المغرب، خليو ارض المغرب ما شيطان اجهد جاري. ضوي الصحراء مشموع، ضوي الصحراء مشموع، ديك السلطان عريس. وتعال يا جاري ضيافتك عندي زلة، والدم ماهوش رخيص، والدم ماهوش رخيص. We'll be right back.
يحمي ومخير على الجميع واليا سر الخطر يخير سر ويبقى جوا سيدي حمي ومخير على الجميع واليا يحمي ومخير يا يحمي يا Yeah.
Thank you.
كما قال تلميذة ننتقل إلى تقديم الجوائز التقديرية على المتفوقين خلال الأسس الأول. إذن أبدأ المرتبة الأولى فيما يخص الأولى إعدادي. صاحبة المرتبة الأولى في الأولى إعدادي الدورة الأولى هي حياة مبكر. إذن في معدل 17.74. إذن حياة مبكر. إذن وفي تقديم هذه الهدية يتقدم عامل عمارة إقليم فتيح بن صالح. إذن الهدية هي عبارة عن كمبيوتر محمول من نوع HP. إذن بعد ما تعرفنا على 16 إذن سيقدم السيد نائب الإقليمي لإعطاء هذه الهدية. إذن فليتقدم مشكورا. Yeah.
إذن بالنيابة عليها تقدم مدير المؤسسة يعطيها هذه الهدية. أما المرتبة الثالثة فيما يخص أما المرتبة الثالثة فيما يخص الثانية إعدادي فكانت من نصيب التلميذة مريم ساروتي. فيتقدم الأستاذ صقر الجلالي إعطاء هذه الهدية. هو عضو أو رئيس فيدرالية الآباء والأمهات. ثم المرتبة الثالثة في المجتمع الثالث إعدادي فكان من نصيب تلميذة نجمة خياري. فيتقدم الأستاذ لويز مستشار بالمجلس الإقليمي. مسرح راهي مشاركة مسرحية. إذا ما عندها صوت في المسرحية اشكاين دوق العبارة ضربوا وباب الرحبة هرسوا العبار وصدقوا ملاوين قدام القاضي واقفين. اشكاين السيبة من دوقها عيني الفيزا والباسبور من الكازا المرسي حبيبة ورات وزور في موراني بغي طور اغلاقي الوصي وفاق برا احنا عندنا ومازال غتستنى واحد السليعه غادي تعجبك. اش بالسليعه وتاني خليتها تجي تشوفها وبعرف هادي عام وحنا صحاب ما عمرك ما حكيتي لنا فاش خرجتي للزنقوش ما عندك فاميلا. انا نحكي لكم اسي وهو غادي يحكي لي عزتو. شاق عليها بارو يا بنتوما كلكم تتفكروا بحرايق وتجيبوا فلوس طويله. انا كنت في راسها عايش خدام ليل ونهاري وتبلي كنت عندي ولدي جوج بنيات كبروا قراو وتزوجوا حتى بلي هادي ما كنت جينا غير مره في العام ولا عامين عندي ولد وجوج بنات
كبروا قراهم مره ماتت وقلت زعما نريح من الغربه وداكشي اللي كان وداكشي اللي كان ريحت مع وليداتي وكملت ما فات مع وليداتي عامين وانا عايش مع وليداتي حتى ونتصرف عليهم حتى تما حسيت ويولي ولدي خرج العقروس راه داري ولات مضيقه وقلت لي راه داري هذه خرت لي غتخرجي قال لي راه داري انت اللي غتخرجي قلت لي قال لي راه عندنا وسيده بالتوكيل وقلت لي خواتي حقهم فينا هو قال لي راه كل وحده شدات حقها ومن تم من زرقه لزرقه ومن دار لدار ومشاريت حتى تلاقينا هنايا وطمع حنتي مسيحيا سيدي دوك المزاحيين ديال ولادك ما يستاهلوش خرجوك الزرقاء بلا صفقة بلا رحمة ديال حنا ولادك هاد البحر وزوان قسمونا وسعيد تاخد تاكسي ديال البحر وخلي رجع لورا وسبحان الله إلا بارو وصرف على ولادو ونكروه أنا كنت عايش مع الوالد والواليد الله يحفظهم وخوتي جوج ديال الدراري وثلاثة ديال الدريات كنا عايشين في براكة الوالدة كانت تصبر في الديار والوالد كل نهار حرفة مرة يبيع البريكات ومرة الزريعة ومرة الكاطون وناتنا وقراونا كنت نقرا باش ننجح باش نعوضهم على المعاناة والتكرفيس وفعلا قريت وقلت غنخدم في كاع الشركات والإدارات دفعت ولا خدينا ودفعت كونكورات ولكن الرشوة المحسوبية ما تدفع معها قراية وفي الاخير لقيت راسي خارج الصباح نسير الصباح وكنقرب الصنادق في المارشي وانت احمد عاودنا عسل هذيك راه غير نسي وغاس خليط الراس وصافي انا وسبع الرب نعاود في القصر حتى انا كنت نقرا مزيان الوالد والوالده مشاو يخدموا في امريكا وخلوني انا مع خالتي حيت تما كاين المافيات والانحلال الاخلاقي ولكن الشباب اللي راه وصلوا للتربيه ماشي الوسط كانوا تيرسلوا لي الفلوس كل صفر ما كيسولوش اش خاصني واش محتاج لك فلوس بدل الاب او صدر الام هذه خمسة سنين اللي صفتهم خالتي مسكينه هي اللي مهضره فيا مع ولادها وكنت دائما نتخاصم مع ولادها وتخلق عليها المشاكل تبليت في المدرسه وقيت نفسي ليها حيت تما واحد البزناج اللي كان تيبيع لينا في باب المدرسه كشيس تيساوي الفلوس قال لي يعني الفلوس ولا غادي نقتلك سبحان الله ربع الراس بقوا في ولادو انا سبقوا في والديا كل واحد ما لقى كي بغا احنا بدا بحسنان والدي هذه هي الدنيا هاك هاك نساك نساك انا قصتي مختلف عليكم بزاف انا الوالد ديالي امام ديال المسجد وبيه كنت كنقرا مزيان ومجتهد من الدار الثامن ومن وصلت ليزي بغيت واحد الدريه وحبيتها كنت كنتسطى عليها كنت كنشوفها اجمل ما في الكون وهي حياتي من صاحبتها بحبي ما داتهاش ليا وكل نهار تابعها كنتسنى من تخرج من الدار ومن تخرج من ليسي وبديت شويه شويه كنتمل القرايه ومن سالات معايا تصاحبات مع واحد حسيسي فضلات عليا حسيت بالحقره والضعف وقلت مع راسي علاش ما نديرش بحالو وبديت في البدايه كنزرب قدامها باش تشوفني حتى التبليت وليت كنحيا على الدار باش تعطيني فلوس باش نصرفاني الواليد مسكين وليت نشوف الدرب والحومه وهو يخطف الناس وانا خارج الطريق حتى لواحد النهار قال لي سخت هرطة الى ما بعد على هاد المصيبة ولكن خوكم كانت تبلى بالهم والمراهقة كانت تبلى بالهم والمراهقة حبيته وصافي وفضلاتني ومشات تاخذ منها واحد السمكار واحد النهار كان قرقب ضربها موس قتلها هو دخل الحبس كلشي ضاع هو وهي وانا بسبب هاد الوسخ ديال الحشيش انا معاكم دابا ومليانو ومليانو من انا عندي لابونمون اي الاشتراك مع التبويقه 24 ساعه ولا 24 ساعه مبوق وبيني وبينكم الواحد علاش يفيق من التبويقه حيت لافاق غادي يفهم والفهمه خايبه بزاف اللهم التبويقه واش عايش الحياه اللي بغيت مرات خير راس الامامي السي ومرات نغني مع هيفا ومرات نتقوى مع اوباما Thank you.
الوالد والوالدة وجرات المشاكل وتفرقوا وتخاتموا وتفرقوا. كنت مع الوالد ولكن مرته كانت دايراني خدامه نجفف ونصبر ونخمل وندير كل شيء وزايده من الفوق بالضرب والعدان. هرس عند الوالده مسكينه صلات فيا ولكن هذاك الراجل ما حملنيش وباش ما تخربش عائله اخرى في سبابي خرجت للزنقه. وهذا اللي مالو ما تعطلتي؟ انا اليوم ضامن تبويقه السنكي طوال العلم الساخر. صاحبي ليش تدير مرغوش؟ غير خليه يزيد معنا بحساب راه غير تعطل عليا الناس. شفتو بارا شحال حنين؟ نيت اسو جمعية سمكارة المدمنين ويستقطعوا المتخلى عنهم والمعطلين. جرب جرب هاد المرا فين بارا؟ وهادشي عندكم مجهول ويلي شو اللي كميتو تنشوفو قدامي وانت انا تنشوفو والمعلم راني حاس براسي طاير في السماء. اي واحد راسك اللي ندير سكسي دابا شي بلاد ماشي التبويقه راني في انا واقف قدامكم جيت باش نعرفكم بنفسي. ايوا الاغبياء الله يخليك بلا سكور محترم راسي غير دابا كنت داك اليوتيوب باش كتعرفوا انني كنتكون من اكثر من 4000 ماده سامه مثل النيكوتين وقطره واحد اكسيد الكربون اغلبها مسرطنه اي مرض بالسرطان وهي كيستخدم المواد الموجوده في عسرين قارو حنا الاب مات وقنبوله وتكبر من قارو في الارض الى ما مات. إذا حرمت مرة واحدة تقتل ولكن أنت تأخذها بسوية بسوية وبالتالي كتموت سوية بسوية لقد توصل واحد المرحلة كتقلب على الموت لقد تكون الرحمة ما تلقاها. تمنى صاحبي على تهدري ديال الموت بعثي لي الريط وفيا غسلنا من التبويقة وخليه يفسر لينا كيفاش. إلا جيت لك واحد الشخص من الصباط حتى هو كان مدخن بحالك تفضل. كشوفي أمي انتي صديقي حتى عن مواسني حتى في يلا احكي لهم قصدك. انا خذي الشماكية وحسن كنت اتدخل الشماكية بالقار ثم ومن غير سقاطة ديال الحشيش وانا حسيت بصدري يتقطع في السبيطار قالوا لي راك مريض بسرطان من نوع الخيط وقالوا لي قريب باش تموت وحتى انا تتسنى في الموت لحال احتياجاتي زادتني. بارك عليك سير ارتاح. كل المخدرات المضرة بالصحة تتسبب سرطانات تذهب الجهازين التنفسي والفم والرئة والقلب والسرين والعصبة الهوائية والكليتين وزيد وزيد وعندك مرات تستعملوا تقدر تكون لك من أمراض خطيرة مثل الوصفير ولا السيدة. أنا عارف اللي عندكم مشاكل ولكن راكم شتوا مشكل آخر على مشاكلكم يمكن لكم تغلبوا إلا إذا توفرت عندكم الإرادة القوية والعزيمة. احنا غادي نسمعوكم ديروا برايكم والخدمه فينا هي اجي قولوا لي تاك نصرف النهار على المخدرات ما نقول لك 150 حتى 200 درهم في النهار اي انكم كنحرقوا لي شهريا مر ب 1500 الى 6000 درهم واش هاد الفلوس ماشي كافيه باش نبداو شي مشروع تجاري بسيط؟ والله تكلنا مقربين تخسروا من 90,000 ل 120,000 ريال راني ندير بها حانوت ولا كروسه. غادي نديركم خوتي ونعاودوا ما فات ونكونوا اسره وحده. المشاكل اللي تواجهكم في الحياه تواجهوها ولا لقاو لها الحل لان المخدرات ماشي مهرب. الهرب المخدرات كيف الهرب من حفره وطاح بير. الا كان فيكم شي واحد مبلي
راه مازال قدام الوقت باش يترازم، وراه كاين جمعيات يمكن تساعدنا وتساعدكم، حنا خطأنا وما ديروش بحالنا. حنايا خطأنا، حنايا خطأنا كيف ما قال خويا خالد، ضمنا من المشاكل ديالنا غادي نمشيو بالمخدرات، ولكن المخدرات ما تنسيش لها ما تتزينش الحاله، غير تدمر الجسم ديال بنادم وتحرق فلوسه وتدمر حياته، في اي لحظه يمكن يدخل السجن او اللي يموت من زرعه زايده او من طعنه سكين من مهم اخر. اخواتي احميوا انفسكم واخوانكم، الله يرحم الوالدين في الوقايه خير من العلاج، الله يرحم رقاع درهم وقايه خير من الف درهم علاج. الشهاده ماشي خطل يا المدخوط والمدخوط، هذا ما بحبك سامي سامي، من ما بقيتيش في قاعه 8 ديك الساعه كنت في قاعه 9. He loves me. He loves me too. He gives me a ring. You can see my dad. I am the last wife. I am the beautiful one. You are really stupid. I am the mother of his children. Haha. Sister, can you tell me why he marries me? He marries you because you are ugly and bad woman. You are a jerk. He loves me. You are a pretty woman. He loves me. What's up? What's the matter with you? Why are you fighting? He is my black man. He is my lovely husband. Come here, my darling. Maybe she's going crazy. No, no, baby. Don't believe her. You know I am white. Silence, both of you. I come in tired and hungry. Then where is my lunch? I think I should marry a third one. No, no, baby. Don't get angry. Yes, darling. Say her I love all in. Oh, you are my baby, I love you more. But she said you love me more. I'm still in my bed, when you want a beautiful memory. Oh yes, baby, this is the great thing. Yes, please, who you love more? Believe me, you are my darling and you are my baby. No, no, we can't live together. Me or her? Okay, okay, calm down. I choose all you want. You will see my shows. I am sure he will choose me. He loves me. Johan has his children. He will choose me. Who's that woman, Johan? This is my new wife. Your new wife? Yes. You're waiting more and more, noisy and crazy. So, thank you for my soul. You chose! You chose! We will kill you! Nice, Almar!